نختم هذه النشرة من العراق الذي كان يشتهر بكثرة أعداد النخيل فيه وجودة أنواع تمورها، لكن الحروب دمرت أجزاء كبيرة من بساتين النخيل خاصة في مدينة البصرة. ولتدارك هذه المشكلة تم اللجوء إلى إكثار النخيل بطرق جديدة، المزيد في سياق التقرير التالي. لطالما تغنى أهل العراق بجمال نخيله قبل أن تدمر الحروب المتوالية جزءا كبيرا من بساتين النخيل. وأمام فضاحة الخسارة لم تعد طرق الإنتاج الطبيعية تجدي نفعا في استعادة الأعداد الهائلة التي اختفت. هذا النقص الكبير في الأعداد لا يمكن تعويضها من خلال الفسائل الطرق التقليدية، وإنما يمكن إكثارها وتعويضها من خلال إنتاج فسائل بالطريقة التقنية الحديثة اللي هي طريقة الإكثار النسيجي. في ثمانينيات القرن الماضي كان تعداد النخيل في العراق يقدر بنحو 30 مليون نخلة، وكان العراق ينتج مليون طن سنويا من أجود أنواع التمور مثل الخستاوي والحلاوي والبرحي. وإن كانت العودة إلى ذلك المستوى من الإنتاج يبدو بعيد المنال، إلا أن استخدام طرق الزراعة النسيجية في المختبرات يعطي بارقة أمل. شتلة النخيل المنتجة نسيجيا بعد زراعتها بالحقل نسبة نجاحها تصل إلى 98%، في حين الفسيلة المأخوذة من الأم وتغرس نسبة النجاح لا تتجاوز 40%. المختبر ينتج 1500 إلى 2000 شجرة نخيل في السنة، ويخطط لرفع مستوى الإنتاج في السنوات القادمة.